دخول دونجا في القائمة بدلا من مهند لاشين اللي كان موجود في كاس الامم الافريقيه، وتعويضا طبعا لغياب طارق حامد، مع القوه الوسط في وجود النني وحمدي فتحي وعمرو سليه، اضافه دونجا في وسط ملعب منتخب مصر في هذه المواجهه؟ اكيد طبعا، لان دونجا لاعب ارتكازي انت فاهم، فممكن ان تعديل الخطه داخل الملعب ممكن يعتمد على حاجتين. يعني مستر كروش مثلا لو لقى ان 4-3-3 وهو بيلعب مثلا ساعات، يحب ان هو يعدل الملعب ويقدر يستحوذ على الملعب اكتر، ممكن يدخل دونجا في نص الملعب جنب حمدي فتحي. يعني اوقات ممكن يشتغل بان هو يلعب ب4-2-3-1، يعني يقدر يشتغل في الحته دي لو عدل مثلا ونزل قفشه. يعني ما هو قفشه لازم يلعب تحت الفرود، صحيح، ما ينفعش مش هنلعبه ناحيه اليمين او ناحيه الشمال، لان حته ان انا العب ب4-3-3 دي بتبقى طريقه بالنسبه لي انا شخصيا، يعني بفقد 3 ناحيه اليمين و3 ناحيه الشمال. ليه؟ لانهم بيلعبوا على لاين، معظم لاعبتنا لسه الحته دي ما اندرجتش يعني، او ما فهمناهاش قوي، فتلاقي معظم اللي بيلعب هاف رايت او هاف ليفت بيلعب جنب مثلا محمد صلاح، وبيلعب جنب مثلا الناحيه الثانيه مرموش، فمثلا يقدر يتحرك، لما يتحرك بيطلع كتير من نص الملعب، فبيحصل فراغ في الحته دي. فممكن مستر كروش يعوضها في الشوط الثاني مثلا، ان هو مثلا يعدل، مثلا لو حب انه يعدل طريقه الاداء، فهو دلوقتي مثلا ممكن يلعب بالسوليه ومعاه فتحي حمدي حمدي فتحي وفي النني مثلا. يعني يقدر يشتغل بالحته دي، لكن لو لقى خروجهم كتير جدا وعدم بس هم في الاصل حتى في مباراه كاس الامم الافريقيه كان الحاجات اللي تؤخذ، يعني لبعض الناس اللي كانت بتتكلم على هذا الامر يقول لك ان احنا تحولاتنا الهجوميه مش كبيره، احنا دفاعيا كويسين جدا، عشان الثلاثه اللي حضرتك بتقول عليهم دول غالبا يعني واخدين اماكن دفاعيه بشكل كويس، متمركزين بشكل كويس، ادوارهم معظمها دفاعي اكتر منها ادوار هجوميه، فهو دايما هو بيعتمد على الثلاثي اللي في وسط الملعب لادوار دفاعيه اكتر منها ادوار هجوميه. اكيد نص الملعب ده هو جسم البني ادم، لو ما فيش وسط اهو مش هيقف البني ادم، ولا الراس والجسم من فوق هيقف، ولا الرجل هتقف على رجليها. فالوسط دايما هو المحور الاساسي. لكن لما بنيجي نتكلم النهارده بنلاقي السوليه ساعات بيسرح كتير جدا وبينطلق وبيخش من ايه من ناحيه الشمال، والنني بقى عنده الحته دي. كل ما اللعيبه بتكبر اكتر وخبراتها بتعلى بيبتدي يبص للناحيه الهجوميه اكتر شويه. فانت دايما الحته دي بتبقى النزعه دي بتخليك انك انت ايه تبتدي ايه تشتغل لقدام، عايز تشتغل لقدام، فبيبتدي اللي هو متعود من صغره على الحته الدفاعيه بيحصل، وده حصل مع كل اللاعبين اللي هم لعبوا المدارات. يمكن لحد دلوقتي طارق حامد هو الوحيد اللي انا شايف ان هو ماسك بيتمركز في نص الملعب، ما بيقومش بدور كتير الا لو كمل وراح يشوط. لكن النهارده لما هتلعب بالسوليه مثلا والنني، انت بتلعب هيبقى ليهم دور هجومي، ما هماش هيبقوا واقفين لتحت، هتلاقيهم عندهم الاختراقات، والسوليه اوريدي بيشتغل في الحته دي لانه ساعات بيصنع اهداف ليه زمايله، فهتلاقيه دايما خارج من الحته دي من نص الملعب. او انني برضو الحته دي برضو بيقوم بيها خلاص، يعني حته الناحيه الدفاعيه بتقل عنده وبتزيد عنده النزعه الهجوميه. فبيحصل في المركز هنا وفي نص الملعب تلاقي فيه فجوات بعض الشيء، فاللي هيقوم بيها مين في نص الملعب؟ حمدي فتحي. يعني انت فاهم، فهتيجي تبص تلاقي الحته دي بقت واسعه شويه قوي عليه. لكن اللي عايز انا اقوله برضو ان دايما الاداء الروح بيغلب ساعات الاداء الفني. يعني مع الاداء الفني عندنا طبعا مجموعه لعيبه لما نيجي نتكلم عليهم دلوقتي، لما نيجي نتكلم على النني والسوليه وحمدي فتحي النهارده من احسن اللعيبه اللي موجوده دلوقتي في النص الملعب. يعني انت مختار من احسن اللعيبه اللي موجوده دلوقتي المنتخب المصري، ومن افضل اللعيبه اللي موجودين برضو يعني على مستوى افريقيا. فلينا عندك محمد صلاح، وعندك مصطفى محمد، وعندك تريزيجيه ومرموش، وعندك مرموش، وعندك يعني مجموعه اللعيبه اللي موجوده لعيبه مميزه وكويسين جدا، وانا يعني متفائل خير. بس هي هتعتمد على سرعه استجابه اللعيبه بان هم يادوا انهي طريقه، هل 4-3-3 ممكن يقوم بيها تبقى كويسه، ولا 4-2-3-1؟ هي دي النقطه اللي هو اللي ممكن. وده خليني اسالك، هل قفشه ليه دور
في المباراتين اكيد لازم يبقى اصل بدل موجود في الحته دي يبقى اكيد الراجل لازم هيغير هيعدل اثناء المباراه بالظبط هيعدل اثناء المباراه بطريقه ان هو ممكن يلعب ب 4-2-3-1 بس قفشه مش هيبدا ما تفتكرش في البتاع انا بقول لك اثناء المباراه يعني ممكن يكون نواحي استخدام انك انت بتغير من شكل الاداء الخططي في مباراه زي دي وانت محتاج انك انت النهارده المباراتين دول يبقى عندك عوامل كتير جدا تقدر تلعب بيها اسلحه مختلفه صحيح يعني انت فاهم ان انا النهارده اقدر اعدل بس 4-4-2 مثلا اروح حاطط 2 فرود وحاطط 2 ديفندر وحاطط مثلا ناحيه اليمين ناحيه الشمال مثلا محمد صلاح ومثلا مع الناحيه الثانيه زيزو مثلا يعني انت فاهم يعني حاجات كتير جدا ممكن تعديلات تحصل اثناء الملعب او ممكن احط صلاح مع مصطفى محمد واحط طيب زيزو ناحيه اليمين الثلاثي الوسط من وجهه نظرك في مباراه القاهره نلعب بالنني وطارق وحمدي فتحي وعمرو السوليه ولا تلعب باثنين منهم ومعاهم واحد مثلا زي زيزو واحد مثلا زي تريزيجيه لو لعب في النص وعمر مرموش قدام تلعب بواحد لو نزعه هجوميه يعني تلعب بالثلاثه فلات زي عمرو السوليه وحمدي فتحي ونني ولا تزود معاهم او تشيل واحد منهم وتحط واحد له صفات هجوميه يعني انت عايز تقول ان حمدي فتحي والسوليه والنني لا هتشيل واحد من الثلاثه هتشيل واحد من الثلاثه وتحط زيزو وتريزيجيه هتشيل حاجه من الاثنين يعني السوليه واخد يعني بلفت النني ممكن يكون عشان قاعد مع فرقته شويه فممكن يكون المستوى بتاع الفني مثلا او عدم لعبه شويه ممكن يكون مؤثر معاه يعني انت فاهم فممكن يحصل التعديل في الحته دي وممكن يلعب السلايه ومعاه زيزو وانا شايف ان ده لو في حاله كده هو يبقى ده اللي يحصل ان هو انت لو هتلعب بطريقه 4-3-2 يبقى العب بزيزو تحت محمد صلاح والسلايه ناحيه الشمال صحيح هو ده يعني ممكن يكون الافضل احساسك بقى ايه في مباراه الذهاب دي هنعمل ايه ان شاء الله اللي جايه والله بص انا عندي احساس ان المنتخب المصري هيقدم لنا مباراه عظيمه وفيها مكسب يعني انا متوقع المكسب ان شاء الله باذن الله لكن هو المكسب هيبقى فيه صعوبه لكن احنا بنتكلم ايه في واحده اتمنى ان يكون اتنين يعني اتمنى ان يكون اتنين ان شاء الله باذن الله